كما التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي يوم الاثنين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد أحمد الجصابي. واطلع اللواء الزبيدي خلال اللقاء من الدكتور الجصابي على الجهود التي بذلت لتأسيس الوزارة في العاصمة والبناء الإداري والكادر الوظيفي واللوائح والقوانين المنظمة للعمل في الوزارة. كما استمع اللواء الزبيدي من الوزير الجصابي إلى شرح مفصل عن الآلية المعتمدة من قبل الوزارة لاختيار مستحقي منح التبادل الثقافي والمنح والمساعدات المالية للطلاب الدارسين في الخارج وما تواجه الوزارة من صعوبات في هذا الجانب وسبل معالجتها وحلها.